صباح الورد مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. غادي نخصوها اليوم للحديث عن الزواج أو عدم الزواج. ألوغ هذا الموضوع هذا تطرح لأنه عدد من الناس كيتصلوا بنا تيقول لك أنا من الناس اللي الزواج ما تيمنيش ما تيواتينيش، ولكن المجتمع تفرض عليا أنني نتزوج. دونك هذا الموضوع هذا غادي نتكلموا فيه مع الدكتورة أمال شباش. صباح الخير دكتورة أمال. صباح النور عزيزة. ألوغ كيف سمعتي في تقديم دكتورة أمال، كاين عدد من المكالمات ديال الناس تيقول لك أنايا ما مديورش للزواج، انا ما تيوالمنيش الزواج، بغيت نعيش غير بوحدي، لو سيليبا وهذا. ولكن المجتمع ربما وكذلك الدين يعني الوسط اللي كنعيشوا فيه تفرض علينا اننا نتزوجوا، ان يكون عندنا اسره. نعم. يكون عندنا استقرار ويكون عندنا وليدات. شنو اللي تيخلينا حنا الان يعني تنكونوا في هاد نقولوا لو ديليم، كيخلي بعض الشباب هكذا تيكونوا حيرين. نعم. ما بين الزواج وما بين لو سيليبا. اولا هذه القضيه يعني اكثريه الرجال هما اللي كيحيرين بهذا الجو. نعم. بين هذه النقاط حتى بعض النساء، حتى بعض النساء يعني، ولكن اكثريه الرجال، ولكن بعض النساء حتى هما يعني كيقول لك انا ما بغيتش نتزوج، انا بغيت نبقى بوحدي، انا غير خدمتي وندير داري ونبقى مهني، ما بغيت لا صداع لا والو. الوغ ديجا هذه الفكره ديال ما بغيت لا صداع لا والو، عندهم فكره بان الزواج صداع. الوغ علاش عندهم فكره بان الزواج صداع؟ نعم. حيت يمكن عاشوا في واحد العائله وسط، واحد الوسط اللي شافوا بزاف ديال الحياه يعني الزوجيه اللي فيهم كيتصادعوا كيدابزوا، يمكن الطلاق كثير، يمكن شافوا بزاف ديال الناس كيتعذبوا، يمكن شافوا والديهم كيتعذبوا. نعم. دونك كيقولوا انا مالنا على هذا الصداع، حنا بلاش بقاو بوحدنا ما بغينا والو. نعم، لان حنا ملي كنطلقوا مثلا من منظور ان الزواج هو حتى يعني من غير اننا كاين اسره وكاين استقرار وكاين بناء مجتمع وهذا، كاين كذلك احتياج لشخص اخر اللي كيعيش بجنبنا وهذا. نعم. كاين في بعض الاحيان دكتور امل تنشوفوا مثلا بعض الشباب اللي تيخطبوا تيكونوا يعني مقبلين على الزواج. نعم. وكيجيو حتى لاخر لحظه. نعم. كيتخلعوا كي ما كيسخاوش بهذاك الحياه ديال العزوبيه، فكيعاودوا يعني يخليوا كل شيء. نعم. ماشي فقط عند الرجال، كذلك عند النساء، لانه حنا غادي تسمعي من خلال الاسئله اللي غادي تطرح. نعم. هذاك الخوف من واخا تيكونوا تياخذوا القرار، ولكن باش يتاخذوا الخطوه حتى الاخر كيتوضع مشكل. علاش؟ هذه نقطه مهمه عزيزه. علاش؟ حيت فين كنبدلوا يعني شي حاجه في حياتنا؟ انيتا يعني كنكونوا بوحدنا وغندوزوا لواحد التجربه اخرى اللي غنعيشوا مع انسان اخر. نعم. اللي هي الزوجه او الزوج، يعني دو زيتا ديفيرون. يعني فين كان ديك لو شانجمون، ديك اللي غنبدلوه كيدير لنا واحد الخوف، واحد الخلعه، حيت شي حاجه جديده ما كنعرفوهاش. نعم. اي حاجه جديده لابد ما تخلعنا، الوغ على حسب ديك الساعات القابليه ديالنا لاداره هذا الخوف وهذا الخلعه. نعم. واش عندنا ولا لا؟ ثانيا المسؤوليه، حنا عارفين بان الحياه الزوجيه هي مسؤوليه. نعم. يعني خصنا بحال انا كرجل كزوج واش غنكون قاد ماديا، واش غنعرف نتواصل مع مرتي؟ ناري ولا تحت في شي مراه يمكن فيها صداع بزاف ولا فيها مشاكل بزاف، المراه كتقول لك ناري ولا غنتزوج مع راجلي وتبدل عليا. نعم. ولا يمكن غيخونني، ولا يمكن غيكون عندي مشاكل مع امه. دونك كدير بناقص كدير بناقص. دونك حيت هذوك المشاكل فين كنكثروهم وكنحضروهم بزاف في الذهن ديالنا كيخلينا كنقولوا ستوب بلاش، وكتشدنا ديك الخلعه. وهنا على السؤال ديالك الجواب، يعني علاه كنوليو حنا غنتزوجوا؟ كاين بزاف ديال الناس اللي نهار ديال العرس هرب. اوكي. نعم. ما جاش. نعم. يعني ماشي حيت ما باغيش المراه، راه خطبها ودار كل شيء وجاب يعني الطباله والغنايه ودار كل شيء، ولكن النهار اللي غيجي يوقف هرب. نعم. بات ما صبح. علاش؟ لانه هذاك الخوف من المسؤوليه ربما، الخوف دارت ليه يعني هربوا، الخوف. نعم. هربوا. وشنو رايك في الناس مثلا اللي تيقولوا انا ما نديرش الزواج، انا يعني هكذا انا نعيش بوحدي، يعني اصلا فكره الزواج ما كتجيش على البال نهائيا؟ الوغ هادو النوع الثاني اللي شافوا يمكن شي تجارب ديال الاصدقاء ديالهم، شافوا بان صحابهم. لان كاين حالات اللي كيكونوا يعني شافوا حالات عاديه عايشين في وسط هو عادي، ولكن تتلقى عندهم هذه الفكره هذا. نعم. شنو يعني شنو الدوافع ديالهم؟ تيكونوا يعني ماشي بالضروره شافوا اشياء خايبه. خايبه. الوغ الدافع غنقدر نقول لك ساهل، حنا ماشي بحال
كل انسان عنده ذهن، كل انسان عنده افكاره، كل انسان يقدر ياخذ قرارات في حياته. نعم. كل انسان عنده الحق، واخا الزواج هي سنه الحياه أكيد. ولكن عنده الحق ياخذ قرار في حياته، يدير بحياته اللي بغى. يعني احنا كناس كمراه ولا كرجل عندنا الحق نديروا اللي بغينا. بغينا نتزوجوا ايه خصنا نكونوا مسؤولين، خصنا نكونوا موجودين، خصنا نكونوا يعني قد المسؤوليه نوجدوا ليها، غنتعاونوا. هاد النوع الناس يمكن باغين ما يكبروش وما يشرفوش بوحدهم، باغين ياسوا حياه جميع. نعم. وكاين ناس اخرين كيقول لك لا، انا بغيت نبقى بوحدي، نبقى يمكن مع عائلتي، نبقى مع الوالدين ديالي، يمكن ما قدرتش نتفارق مع والديا. هي تضحيه دكتوره امال؟ يمكن غير ما قادينش يخليوهم، يمكن ما بغاوش يبدلوا هذاك الحياه اللي هما عايشينها. نعم. ناخذ الان مكالمه من عند عزيزه اللي كتصل بنا من ايت ملول. الو. انا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لا عزيزه مرحبا بك. لاباس عليك؟ الحمد لله. بارك الله فيك ربي يخليك. الو عزيزه، شنو هو السؤال؟ تفضلي. عافاك تسول الدكتورة أمل. تفضلي. مرحبا. عافاك عافاك. أنا مخطوبة. إيه. ومازال كنقرا، واني أنا باغا نكمل على قرايتي ياك. أها. ولكن خفت لنرفض ذاك الشخص، يعني ونتصادف مع مشاكل مع عائلتي والمجتمع، حيت كيما كتعرفوا يعني البنت كاينة رفضة شي حاجة من بعد الخطوبة، يعني كدار عليها واحد النظرة خايبة في المجتمع. نعم. دونك يعني في دكتور بس سمعتي دكتوره امل؟ ما سمعتيش مزيان. الوغ السيده دونك هي مخطوبه مقبله على الزواج، ولكن بغات تكمل قرايتها، ما بغاتش تكمل في هذا الزواج هذا، من خايفه من ان الاسره ديالها تنظر لها بواحد النظره اللي ماشي. لان يعني احنا في واحد الوسط، البنت ما خصهاش هي تفسخ الخطوبه ولا هي ترفض الزواج. نعم. اساسا دونك هي حيره، شنو دير؟ دونك هي اللي فهمت انا، دونك هي ما مقتنعاش بهذا الزواج. ربما اكيد ما مقتنعاش بهذا الزواج. ما كانش مقتنعه، ما كانش غادي فوالا. عندك جوج نقاط، اما مقتنعاش، اما خايفه عندك تجوج والزوج ديالها ما يخليهاش تكمل قرايتها. حيت كانت تقدر تقول لي انا نتزوج ولكن غنشوف مع الزوج ديالي باش يلتزم معايا باش نكمل قرايتي. نعم. يعني ما تحبش القرايه، راه ما يمكنش نديرو قرايه هنا والزواج هنا. راه كاين بالناس بزاف ديال السيدات كيتزوجوا وكيتفقوا مع الزوج ديالهم وكيشجعهم. نعم. باش يكملوا قرايتهم. انا متاكده يمكن ما مقتنعاش بهذا الزوج. الوغ الانسان اللي ما مقتنعش الله يخليكم، خذوا وقت وفكروا. فكروا، باسكو هذه حياه، هذه راه. نعم. مسيره يعني طويله، ما خصناش ناخذوا الزواج كتجربه. غير نتزوج باش ما نبقاش بوحدي، نتزوج باش ندير خاطر العائله، نتزوج باش الجيران ما يقولوا والو، باش الناس ما يهضروش، نتزوج باش ما نكبرش في السن ونبقى بوحدي. لا، نتزوج حيت باغا هاد السيد، ولا نتزوج حيت باغا هاد السيده وباغي نجلس معاها ونجلس معاه ونضحيو جميع باش ناسوا واحد العائله ووليدات. اسئله كثيره تتطرح. نعم. دكتوره امل شباش، في هذا المجال كاين 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 الاعراف. نعم. كاين التقاليد، كاين كاين هذا الشيء اللي تربينا عليه، والمجتمع كيفاش غادي رغم التحضر ديالو والانفتاح ديالو. نعم. وكاين في الجانب الاخر ناس اللي هما تنقولوا يلزاسوم لي شوا ديالهم، يعني. نعم. هذاك الاختيار ديالهم ويعني مقتنعين به وتيفرضوه على الناس. نعم. دونك يعني باقي احنا المجتمع ديالنا غادي بجوج ديال السرعات، دو فيتاس. نعم. ناس بحال هكذا وناس اللي بحال هكذا. مازال غادي نتكلموا على هذا الشيء اكثر الا سمحتي في لابخي ميدي في العشيه. نعم. على امواج راديو دوزام. اتصلوا بنا مازال مشاهدينا، يعطيونا حتى التدخلات ديالهم، ربما التجارب ديالكم كذلك نبغيو نسمعوها، خصوصا مع هذا النوع ديال الاختيارات. نعم. زواج او لا سيليبا ياك. نعم. او العزوبيه. نعم. ياك عندك شي حاجه ما تضيفي دكتور؟ لا، هذا يعني هذه كل انسان ياخذ قرار، غير اي قرار كناخذو نكونوا اصيلين مع هذا القرار. نعم. يعني شي حاجه اللي حنا مقتنعين بها خصنا نحسوا بها بانها هي اللي مزيانه في حياتنا ونديروها. تكلمتي دكتوره امل شباش على ملي كيكون اختيار كيفاش يعني نحاولوا نعيشوه بلا ما نردوا البال لو كونديغاتون اللي تنقول، يعني بلا ما نردوا البال الهضره ديال الناس وهذا. نعم. ولكن حتى المجتمع مثلا كيفاش لانه كما كان الحال، حنا عايشين وسط مجتمع، عايشين. نعم. وسط اسر، وسط. نعم. عائلات، العائلات تضغط، سي اون بريسيون كمام هذا المجتمع هذا. فكيفاش هذا الانسان اللي دار هذا الاختيار انه ما يتزوجش وعايش بخير وعلى خير، كيفاش يقنع هذا المجتمع بون
يعني انت كلمتيني على هذه المساله، ولكن كيفاش نعيشوا هذه الحياه هذه ديال السليبه بسلام وسط مجتمع اللي كله تفرض مثلا الزواج كقاعده؟ نعم، اولا فاش كنكونوا مقتنعين بـ 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 بالقرار ديالنا، اي حاجه غتقال ما غتقيسناش، هذه الاولى. مي عندك الحق عزيزه، المجتمع كيحكم بزاف وخاص هذا الشيء يتحبس، خاص كل واحد يقابل راسه ويقابل مشاكله، ما يبقاش يقلب على المشاكل ديال الناس ويهضر في الناس، باسكو هذا الشيء ما غيوصلناش وكياخذ لينا الطاقه ديالنا اللي حنا محتاجينها باش حنا نزيدوا للقدام. نعم. بزاف ديال الناس عزيزه بحال دابا عندك مثال فين كيشوفوا بحال دابا راجل ما تجوش ولا مراه ما تجوش، يقول لك عندها مشكل. نعم. يمكن فيها شي حاجه، يمكن فيه شي حاجه، يمكن هي كتخبع شي حاجه، يمكن هو يا عنده يمكن هويه جنسيه واحده اخرى، كيمشيو بعاد. نعم فعلا. انا لهاد الناس كنقول لهم ما تاخذوش الذنوب هاد الناس. كل واحد وعارف عارف شنو باغي. كل واحد اللي باغي ياسس حياته بواحد الكيفيه ما باحترام احترام الاخرين واحترام نفسه ياخذ مسؤوليته. نعم. دونك ما نبقاوش ندخلوا بزاف بحال هكا ونحكموا. راه فين كنحكموا على واحد راه كنحكموا اربعه د المرات على نفوسنا. على نفوسنا. كنتي تكلمتي في البدايه على بعض الاسباب اللي كتخلي هاد الناس كيختاروا مثلا العزوبيه، اسباب اخرى كنا تكلمنا عليها انا وياك في الكواليس ما كرهتش انك. نعم. يعني سبب اخر بعض المرات كيكون واحد حب اول، يعني كيكون واحد الانسان يمكن كان باغي وحده، واحد السيده وما كتبش، يمكن تزوجت بانسان اخر كيبقى عايش على هذا الحب الاول، ما كيبغيش يتزوج مع امراه واحده اخرى، ولا يمكن حتى امراه يعني بنت كتكون كتبغي واحد الولد وما كتبش لعده اسباب. دوك كيوليو عايشين في الماضي، عايشين على هذاك الحب الاول وما كيقدروش يديروا حياتهم أسرة. مع ناس مع ناس اخرين. نعم. على العموم احنا كنعيشوا واحد تحول في المجتمع دكتوره امل شباش. نعم. هذه اشياء ولينا كنسمعوها وما تنتقبلوها، ماشي بحال شحال هذه كانوا الناس ما تيتقبلوش هذه المسائل، فالبنت خصها تزوج والراجل خصو يتزوج، ولينا كنسمعوا ناس يعني عايشين بخير وعلى خير هكذا بوحديتهم. نعم. ولكن بالمقابل لازال يعني المجتمع تيحافظ على هاد يعني هاد الاشياء هذه، مثلا بحال الزواج، بحال تاسيس اسره اللي كتبقى من الاساسيات. نعم. اللي سنة الحياة عليها اكيد، علما ان كل واحد مسؤول على حياته. دونك حنا بغينا شي حاجه مزيان قدرنا نحققوها مزيان، ناس اخرين بغاو حوايج اخرين بصحتهم الله يعاونهم ونتعايشوا، هادشي اللي كاين. غادي نكملوا هذا الموضوع هذا مستمعينا ومشاهدينا، تنقول مستمعينا بالنسبه للناس اللي غادي يلتحقوا بينا على امواج راديو دوزام من جوج حتى لاربعه، غادي نكونوا معكم مباشره، غترافقني دكتوره امل شباش الاجابه على كل الاسئله ديالكم ايا كان نوعها، كانت عندها علاقه مع هذا الموضوع كان احسن، ما كانش عندها علاقه بالموضوع فيعني يكفي انها تدخل في اطار تخصص ديال الدكتوره امل شباش اللي غادي تكون معايا كيف ما قلت بشكل مباشر حتى للربعه ديال العشيه على امواج راديو دزام. الى اللقاء.